قرار من الجنرال بيلو حاكم البلد، معاكم مهلة 24 ساعة. لو حامد ما سلمش نفسه هيبقى ذنب الشيخ سليم في رقبته، واللي هيتستر عليه هتبقى عقوبته زي العقوبة اللي هتتقرر على حامد. وقد أعذر من أنظر. ابنك فين يا أم حامد؟ في 10 رجال راحوا بسببه النهاردة، وبكرة الشيخ سليم هيحصلهم لو هو ما سلمش نفسه. ذنبهم في رقبة مين اللي راحوا دول؟ أيوة ذنبهم في رقبة مين؟ حامد لازم يسلم نفسه. خلصتوا اللي عندكم؟ ما فكرتوش ليه الفرنساويين عايزين حامد دونا عن الناس؟ ما فكرتوش؟ لو راس براس احنا قتلنا 5 هم قتلوا 10، اشمعنى حامد اللي عايزينه؟ ما فكرتوش يا اللي دماغكم توزن بلد؟ عشان هو اللي قتل. ما هو ناجي كمان قتل، وانا لو فيا صحة كنت قتلت بدل الواحد 10 و100. انا اقول لكم ليه؟ عشان الفرنساويين عارفين ان حامد واللي معاه هيدوقوهم الذل لاشكال والوان، هيقلقوا منامهم، هياخدوا منهم الطار اضعافا مضاعفه. يا اهل البلد، حامد طول عمره سيف البلد. مين اللي رجعكم من ايد المماليك اللي كانوا سايقينكم للموت؟ حامد. طول عمركم تلجؤون اليه وتحتمون بحماه لو وقع ظلم على اي واحد فيكم، وعمرك يا حامد ما جيت مع ظالم. الان والان على وجه الخصوص حامد هو سيف هذه البلد اكتر من اي وقت عدى، ومفيش فارس بيرمي سيفه في وسط المعركه دونها الرقابه ان نحن الرقاب، واذا لم تكونوا معه فلا تكونوا عليه. حامد مش عندي، روحوا دوروا عليه، لو لقيتوه قولوا لامك بتدعي لك، ربنا ينكيك ويقويك ويحنن اهل بلدك عليك. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.